السين يا لغيت في السين هذا السين دنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في قناه الشاب كتواجد معكم مباشره من مدينه سطون ففي هذا البث مباشر متابعينا الكرام غتشاهدوا معنا هذا الشاب اللي تبارك الله عليه يعني برافو عليه وحنا يعني كقناه الشعب يعني دائما كندعموا ولاد الشعب وكندعموا الشباب ديال سواء ديال جوج المدن المغربيه فمعنا ياسين متابعينا الكرام ياسين اللي واحد الشاب باقي صغير يلاه كيما 18 سنه قرر انه يكافح ويخدم على راسه متابعينا الكرام وطبعا حنا كنعرفوا بان في مدينه تطوان يعني الخدمه قليله ولكن رغم ذلك يعني الشباب ديالنا يعني كيكافحوا وكيحاولوا انهم يجيبوها بالعرق ديالهم فياسين يعني بدوره متابعينا الكرام هذا الشاب الصغير اللي يعني غيكون عندنا حديث مطول معاه متابعينا الكرام يعني في هذا البث مباشر غادي تحدثنا على كيفاش جاتو الفكره انه يعني يعين نفسه يعين الاسره ديالو بهذا كما كنعملوا يعني الفقره ديال توصيل الطلبيات وجميع الطلبات متابعينا الكرام يعني كما كنسميوها حنايا باللغه ديالنا العاميه ليفريزون متابعينا الكرام فطبعا هذه الفكره ديال ليفريزون يعني ساحه الوسط ديالنا المغربي وبزاف ديال الشباب يعني كيداخلوا من القلب اليومي فطبعا الحديث ديالنا غيكون معاه يعني كيفاش جاتو الفكره وكذلك يعني شكون تعاون معاه يعني في الاول يعني كنعرفوا يعني هي قصه كفاح يعني كان صغير واقيلا باقي كيخدم باش انه يشري الموتور ويدير هذه الفكره ديال ليفريزون وفوقاش جات هذه الفكره ياسين احنا متواجدين معك على المباشر تفضل هضرنا شويه على راسك وعلى قدمكم راسي اسم ديالي ياسين من مدينه تطوان يعني سن ديالي 18 سنه والصغر ديالي كان طالع كنكافح يعني باش نوصل لشي هدف والحمد لله يعني كنجبر شكون كيقدر يتعاون معك وشكون كيقدر يحطمك عرفتي ايوا غوا اش غنقول لك هذه المدينه ديالنا تينا عارف هذا كيتعاون مع هدايا وشكرا لاي واحد يعني اللي بدا معايا يلاه بديت شكرا لاي واحد كنبغي نشكر كل شيء اللي تعاون معايا في الاولي مرحبا بالجامع ياسين يعني كنعرفوا ان يعني بديت تطوان يعني ماشي سهل انك تبدا الخدمه ولا تقلب هذه باينه يعني مدينه صغيره عرفتي مدينه صغيره ما تقدرش في الاولي يعني نبدا من الزيرو عاد طلع نيشان يعني خصك شي حاجه تصبر دابا يعني الحمد لله قول كملت عامين في الدومين عرفتي هادشي اللي كاين جيتني فكره ملي كنت توقفت للدراسه ديالي وخرجت صافي يعني باش ما نبقاش جالس في الحومه وكذا مريح صافي تحرك على راسي وعملت واحد المشروع يعني بسيط يعني انا كنعرف يعني ديتي يعني ضمن اخر عاد مشيت ليفريزون لا مشيت الايام كنت عماد الحي لاقه هدايا عاود صافي عاود قلبت يعني ليفريزون شفتها صافي هدا اصلا الهوايه ديالي يعني من الصغر مواطر الهوايه ديالي صافي سهل لي الله عملت الموطر الشباب وكيجيو يصوروا مع الشباب انا كيبداون يعني قصه كفاح كيفاش جات قصه كفاح يعني كيفاش جمعتي واش عاونت لك الاسره ديالك باش تشري الموطور كنعرفوا ماشي بسهل تشري الموطور ويعني كيف كافحت عليه ماشي ما كافحتش يعني خدمت هنا جمع هنا باش تشري الموطور يعني الوالدين ديالك واخا ما يقدروش يعني يوفروا لك الموطور واخا ما يقدروش يتعاونوا معك بالفلوس ولا شي حاجه كيزيدوا يشجعوك كيعليو لك المعنويات ديالك يعني انتنا توقفتي على الدراسه ما جلستيش خرجتي تعلم لا خرجت نيشان تعلم ديالك ديال الموطور اييه يعني مشيتي بحال باقي الشباب كنشوفهم دابا يعني لا يعني نص كبير ضايع في المدينه عرفتي ما عرفتي نعرف مدينه صغيره في بيطار الخدمه والو يعني قلنا احسن نبقاو جالسين نقدروا نتحركوا على راسنا يعني جاتك فكره شريتي كنتي لا شريتي الموطور ماشي باش تبان مع الدراري وبقى لا باش نتحركوا على راسنا عرفتي باش يعني بدا من الزيرو دوصل عرفتي يعني ماشي جي نيشان وصل شي حاجه بدا عندك واحد الرغبه لشي حاجه دوصل لها بدا اي يعني اي موهبه بغيتي عرفتي باش دوصل شي حاجه الحمد لله دابا الموطور يعني شحال قام عليك انا عارف يعني شحال قام عليا شحال نقول دابا يعني دوز جد المواطر عرفتي يعني في الاولي باش كيقول لك حقك باش تشري موطور مليون 300 كتجيك صعيبه شي حاجه عرفتي يعني خا تقدر تشري شي حاجه اوكازيون وكذا وتصبر ضرب بها انت عارف شنو كاين يعني كنتي كتجمع او ياه شحال نقول لك ما خليت لا عملت شي حاجه مات فرحت ماشي واحد فرحه صافي فرحه بزاف اصاحبي والله قلت هنا غنبدا الحلم وهنا يا غنبدا الحلم ديالي وحققت عرفتي بحال شي حلم تحقق لي وهاي داك الخوف ديالي نمشيو للدومين اخي ياسين يعني توصيل الطلبيات واش عندكم شي عوائق ولا يعني كيفاش تقدر انك دير كليان ولا تجمع كليان يعني شوف هذا الدومين هذا اذا خصك تكسب كليان ديالك هي يعني الثقه هذه اهم حاجه هي الثقه فينا يعني عرفتي يعني اخويا يعطيك مثلا بحال فلوس يعطيك السخره يعني عرفتي صافي يا اخويا كيبقى يثق فيك يبقى يعيط لك جبار جبار معاك راحه ديالو عرفتي دابا النهار الاول يعني كدير الموتور وكدير المشروع ماشي ديك الساعه كاع لا يعني يعني حنا كنهضروا معاك يعني ماشي شي واحد يعني باغي يبدي يعني يلاه بديت مثلا في الاولي جبرت شكون اللي داعمني في الاولي
يعني ملي كيبارطاجيو كدا تعاونوا معاه كدا عرفتي، وهي ماشي الخاوه ديالي. كنشكر اي واحد في ديك الوقت الاولي من الزيرو تعامل معايا وبدا معايا، الله يرحم والديه. عندي تو عندك من تطوان الرينكون مارتين كاستي اخو، المهم من تطوان تنامسه كان وصل طلبي، يعني واش تعرفتي شويه المدينه عرفتي الناس ولا يعني باقي يعني مثلا؟ لا دابا دابا الحمد لله، يعني عرفتي كاين اللي كيعرفك دابا وكاين اللي ما كيعرفكش عرفتي. او وين كيفاش يعني كتمشي تتواصل يعني مع الناس اللي كيجيبوا لك الخير؟ ما كتقول لهم زعما الا بغيتوا شي حاجه اخرى عندكم شي كليان؟ هادشي اللي كاين يعني اخو ما كيجبر فيك الثقه، يقدر يبارطاجيك مع صحابو كاملين عرفتي. صوت شويه يعني نسمع كان يعني في الاول واش كان شي حرج باش انك تمشي عند شي سناك تقول انا درت لي بريزون؟ لا ما خصكش في الاول دحشه، ما جلس ما عمل حتى شي حاجه. ونسمع يعني في الطريق يعني الحمد لله داكشي بلاتي عليه. لا ديك ضروري الخو، شوف كان جبر واحد الصعوبه راسي مع صحاب التواكسي، حق الله العظيم صعوبه يعني اخو يعني يحسبك في حبنه ولا عرفت، ماشي هو مثلا ماشي قدام مثلا خصو يطيحك صحه ما عرفتيها. واش كتلقى المعاناه؟ شحال شحال جوج تواكسي وقع لي معاهم حوادث عيب. تاكسي يعني انت ماشي يقدر يشد عليك هو، هذه ساقسي اي واحد يعني في الدومين دو موطور ساقسي. يعني واش كتشوف زعما ماشي توصل الطلبيه كيبقى فيهم الحال وكيبغيو؟ لا كيقولوا عقله زعما بحال اللي بغيتي تعيق عليه ولا راسي بحال اللي دوبل تي بحال اللي كتسابق معاه. وبالنسبه لي اخويا كيقول لك يعني انا بغيت الطلبيه دابا بحال نقولوا دابا انا نعيط لك بغيت بيتزا صار سخون. بيتزا سخونه ضروري. راسي كنكسر عليا ولا كتشي بلاتي؟ وعلى حسب يعني تقدر شوف اذا كتري خاويه عامره يعني بشويه عليك، واي واحد يثبت راسو على الطريق صعيبه والحوادث اللي كاينه دابا انتم عارف شنو كاين. هادشي اللي كنت ماشي لك يعني انت كشاب باقي صغير خصوصا يعني الوالدين ديالك كيسمعوا بان الحوادث هنا. وانا غير الوالده فوريا كنخرج من الدار كتقول لي اه ولدي الله يرضي عليك غير شويه في الطريق ما تجريش ما تجريش عرفت؟ لان الموتور ماشي سهل ماشي بحال الطموح. وييه يعني انت هو الشاسي عرفتي؟ قدرتينا في اي لقطه انت معانا من بعد انت مشيتي عرفت؟ لا 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 حتى انا الناس يعني المتابعين اللي كيتابعونا كيقول لك يعني بشويه عليك بشويه عليك. اه ضروري. طلبيات خصك توصل للزربه اقل من 5 دقائق ولكن وكاين واحد الصعوبه عاود يعني اللي كتجبر بعض الكليان ملي كتوصل للسخره ديالو كاين اللي يعني واخا تعطى لي شي فتره كيحقك يعني كيقول ماشي مشكل، وكاين اخر تعطى لي 5 دقائق كيبدا يحيح كيبدا يهدى صافي عمره يعاود يعيط لك عاود. كنقول لك انا اخر كيبغي في الزاسه الطريق عامر. هي في تطوان وما جا في الصيف الطريق عامر شنو عاد قدام. سهل ربي سهل ربي وصافي كما قلت الله حمد. ياسين كيتسمعني هذا هو المشروع ديالك تحدثنا عليه، عندك الرقم ديالك يعني حنا درناه في مباشر والرقم كذلك يعني الرقم والانستغرام يعني اللي بغى اي حاجه يتواصل معايا مرحبا بالجامع. دابا هذه كدير فيها الطلبيات كتوصل سخون. طلبيات كتوصل سخون. بالنسبه لكل الناس هالرقم ديالي يعني هالرقم ديالي اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا هالانستغرام الو ياسين واحد كنوصل جميع طلبيات تطوان والنواحي. مرحبا بالجامع. باغي كليان جديد يجيك من عندنا قناه شعبان؟ مرحبا. اللي بغى يعني اللي بغى اي حاجه يتواصل معايا، راني مراي شفتوها هنايا، اللي بغى اي حاجه مرحبا والثمن مناسب. الناس كتقول لك رد البلايص. لا ضروري. بغيت نقول لك يعني واحد الرساله اخيره يعني كما قلت لك يعني كنشوف ان مدينه تطوان كيبقى الحوادث بزاف ديال الدراجات، واش ملي كتشوف داك الشيء واش كيبقى فيك الحال؟ وضروري يعني كتقول دابا مثلا دابا صاحبي وقع له هيدا قدر الله يحفظ اذا قدر الله واحد النهار يجي اخر يقدر تجي فيا الله يحفظ اذا قدر الله. بالنسبه لنهار ديالكم يعني انتم واش يعني كتبقاو تسناو حتى يتصل بكم شي واحد ولا يعني انتم كتمشيو عند صحاب السناكات؟ لا يعني في الاول ملي كتبتو اذا بديتي في الاول في هذا الشيء باش كتخرج كارت فيزا داك الشيء ديالك كتفرق يعني كارت فيزا السناكات كاملين صافي، يعني ملي كتقد تطلب باقي هذا شويه تجمع شي كليان ديالك هيدا يعني صافي خويا كدير عيط كنت كتسنى التليفون يعيط. المهم جيبوها حلال وصافي هادشي اللي كاين. واش دابا في مدينه تطوان يعني واش بالنسبه يعني حنا كنعرفوا كاين بزاف ديال الصحاب اللي فيه. واش كل واحد ورزقه؟ كل واحد ورزقه هادي خايك كتجبر اخويا الله بادي اليوم كيضرب يومين صافي كتجبره ماشي تبارك الله عليه عرفت يعني ماشي. وكنشوف الاكثريه يعني بحال اللي كيبغيو يتعاندوا مع مرا الدراري والله يهديهم وصافي هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين وكل واحد ورزق ديالو عرفت؟ اه والو باقي صغير انا 18 سنه كافحتي باش تعمل واحد المشروع عندي ما خصكش تصغر. اييه بالنسبه يعني شنو قلت اخر نقول لك يعني دابا كلي هي كيعيط دخل في مدينه تطوان واش يعني كيعاونك دابا باش رجعتي فلوس الموتور ولا باقي؟ لا باقي صعيب صعيبة يعني تضرب واحد فترة طويلة شي حاجة عاد تقدر ترجع فلوس الموتور عرفتي يعني ماشي عاد بدا صافي الشنطة انت شريتي موتور اخر باقي شي حاجة يعني دابا بحال
كل نهار والنهار ديالو قدر واحد النهار محركه واحد النهار ناعسه واحد النهار تينا عارف شنو كاين. دابا حنا اش كنسقسيو هي ماشي اخر سيرمينا تسقسي ولكن سقسيو يعني الناس اللي باغا تدير بحالك يعني النهار اللي كيكون خدمتي مزيان شحال الدخل كيكون وعلى حسب تحيد مصاريف وشحال على حسب يعني بحال مثلا نقولوا العواشر يعني العواشر بعدا كلشي كيتحرك المدينه كامله كتحرك ماشي غير لي فريز الحلاقه الحوايج كلشي كيتحرك كنبغي نصح يعني اللي يبغي يبدا في هذا الدومين جديد توكل على الله والله يسهل له الجامع يسهل عبد الرزاق اي ديك رحم والدي كنبغي نشكركم بزاف اي واحد اللي يعني كيتعاون مع الاولاد المدينه اللي الله بادين عرفتي مرحبا بالجامع واللي بغى شي حاجه شاب باقي صغير اللي دخل حياتك مرحبا بك الله يرحم والديك سلامه اذن متابعينا الكرام كما شفتوا يعني الابتسامه ديالو يعني حاس ماشي شويه الشاب يعني تما كتشوف الحمد لله يعني الشباب ديال مدينه تطوان يعني كيديروا المشروع واحد الدومين اللي هو ماشي سهل واحد الدومين اللي صعيب خصوصا تما كتشوف يعني في الطريق يعني كيجبروا مشاكل كثيره مع اصحاب السيارات بعض المرات يعني كنشوفوا بان بزاف ديال اصحاب الموطور يعني كيبغيو انهم يغامروا شي شويه كنصحوا ما يغامروش ولكن الانسان اللي كيخدم كيحاول انه يجيب طاره الخبز حلال خصو يمشي بلاتي عليه اللي بغى يتواصل معايا سي الناس ديال مدينه تطوان ها الرقم ديالو نتعاونوا معاه حنا يعني كمغاربه وكقناه الشعب يعني كنعاونوا بعضنا وهادشي اللي بغينا في هذه الرساله هذه كنحييكم على المتابعه ودمتم في رعايه الله وحده ان شاء الله نتلاقاو بث مباشره.